أكيد مشاهدينا مكفين معكم أنا وفرح بآخر فقرة من صباحنا غير. سالي، كثير بنسمع بين الاشخاص انه انا زايد وزني او شخص يمكن بيعاني من السمنه. هذا الشيء قد بنسمعه خاصه بين الصبايا. عم نعاني فيه، أنا بعاني انا معاني منه، بس المهم سالي، هذا الشيء مو بس عند الشباب والصبايا، كمان عم نشوف اليوم نسبته كثير كبيره عند المراهقين بين 12 و19 سنه. قد ايه بنشوف هذا الشيء منتشر بشكل كبير ويمكن ما بنعرف شو اسبابه. صحيح، ممكن تكون اسبابه هرمونيه فرح، ممكن يكون الاكل اللي ممكن احيانا الاكتئاب عب دور بالسمن وان ايضا النحف. هذا الموضوع رح نحكي عنه مع الدكتور جورج المعلم، اكيد مدرب رياضه. يسعد صباحك دكتور، صباح النشاط واللياقه يلي كثير فقدناهم يعني بفتره الكورونا. اول شيء يسعد صباحكم طبعا اكيد. ثاني شيء، لا انا ماني معكم، اشرتوا على حالكم، لا ماني معكم اكيد، ما شاء الله عليكم جننوا. هو موضوع فعلا اليوم كثير مهم لسبب بسيط. يعني طبعا للاسف لما بنشوف نحن هالفئه العمريه هي اللي هي يعني فئه المراهق، يعني بدايه الشباب، عندها البدانه او بتعاني من البدانه. احنا لما نقول كلمه بدانه يعني مو زياده وزن كيلو او كيلين او ثلاثه، هي مساله طبيعيه، بيكون في سمنه مفرطه. نعم. وخصوصا عم بلاحظها انا على فكره عند الصبايا اكثر، عند السيدات تماما، نسميهم سيدات بالمستقبل، وهذا الشيء طبعا مشكله كثير كبيره. خلينا اول شيء نعرف شو هي سببها. دائما في اسباب لاي شيء بالدنيا، في اسباب. هلا دائما هي السمنه او البدانه بنسميها، هي عباره عن تداخلات بين تاثير جينات رقم واحد، والبيئه والسلوك، واهم شيء بين قوسينها هي العادات الغذائيه. يعني اعطيكم مثال صغير، نحن كثير بنشوف فكره ما تتخيلوا الملاحظ انه في فرق كثير بين الاشخاص او كميه الطعام اللي بيتناولوه المراهقين البدينين على المراهقين غير البدينين. ما في فرق كثير كبير يعني تماما، اكثر ما هنالك، بس بيكون في فرق شيء بالنشاط عند الاشخاص الغير بدينين، بي 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 ممكن بعض العوامل الوراثيه، ممكن سلوكهم مختلف شوي، بس اما كميه الطعام بتكون كثير بسيطه على فكره يمكن، او حتى احيانا بنلاحظ انه هي الاشخاص تاكل اقل من هدول بتلاقي البدانه عند هدول. بس دكتور كمان خلينا باشاره، يعني اليوم عم نشوف المراهقين بشكل كثير كبير عندهم ادمان على الفاست فود او الوجبات السريعه وهي القصص، ادمانهم كثير كبير رغم انه بياكلوا وجبه مثلا باليوم. هي المشكله، هو هذا اهم اسباب زياده الوزن او البدانه عند المراهقين على فكره. قبل ما نقول اي سبب ثاني، هو عباره عن تناول هي الوجبات السريعه اللي تحتوي على دهون عاليه بتسمع عنه خلص عامل وراثي، يعني انه الناس معناتها الولد. هذا الحكي مرفوض تماما على فكره، ما في اي مورثه حقيقيه بتاكد لحد هلا انه المساله هي عامل وراثي. لانه فعلا نحن بنعرف دكتور انه هي كثير. لخبرك ليش؟ لانه نحن دائما بنلاحظ وبنشوف انه نسبه البدانه عند الامهات والابهات عند المراهقين البدينين تبقى اكثر بكثير من الاشخاص المراهقين الطبيعيين. صحيح. يعني عم تفهموني اكيد كيف انه بنلاقي هذا المراهق الناصح، بنلاقي اهله ناصحين. هي مو مساله عامل وراثي، خبرتهم عم ياكلوا مع بعض. برافو، ما في اي مورثه حقيقيه تثبت او تاكد انه عامل وراثي بيلعب دور. ممكن شيء، بس شيء بسيط، ما هو السبب الرئيسي. تمام. بس السبب مثل ما تفضلتي انه نمط تغذيه خاطئ ضمن الاسره، ضمن العيله، ضمن البيت. صح. طبيعي لما اكون انا ووالدتهم عندنا وزن زايد بكون في سوء تغذيه، بكون في مشكله بالتغذيه. تمام. وليس عامل وراثي، فبالتالي بده ينعكس على اولادنا وقت يكونوا بعمر طفوله. خبركم شغله، لما يكون الطفل صغير بالاشهر سنه سنتين طبيعي يكون شوي عنده صحه، بالعكس شيء حلو شيء جميل وبننبسط فيه نحن اكيد، وبنغذيه اكثر يمكن وبننصحه اكثر، بنبقى مبسوطين يكون هيك. ممكن نقبلها شوي لفتره معينه لعمر معين، بس ننتبه دائما البدانه بتبقى بترافق الشخص. يعني اذا من اي سن بنبلش نخاف على الولد انه ما ينزل وزنه؟ من وقت ما هذا سن المراهقه اللي بنبدا فيه، لهذا السن الخطر جدا تقريبا، بدنا نحكي يعني من قطعنا العشر 11 سنه بنبلش هون ننتبه. صفيت، ما هي المساله مسحه ولا هي المساله انه هذا الصبي او البنت هي كربوج بنحبه بنلعب فيه بنبسط فيه. لا، اختلف الكلام تماما. تمام. هون بديت بقى العامل خطوره فعلا من سن المراهقه، وتعرفوا هذا السن خطر بشتى مجالات الحياه، يعني باي شيء بده درايه خاصه، بده عنايه خاصه، بده اهتمام خاص. ولازم نحن دائما هي مسؤوليه
90% بتوقع على عاتق الاهل او الاسره بشكل عام. تماما، وتاكيدا على فكرتك دكتور على عاتق الاهل، حتى طبيعه الاكل اللي بتحضره الام، يعني ممكن تعمل طبخه ابنها ما بيحبها هي الطبخه، يلا بتعمل له همبرجر روح كل من برا، فهيدا كمان كارثه عم بتصير، انه الام عم بتشجع ابنها ايه ما بتحبها حبيبي خلاص يلا روح اشتريها. هذا اللي عم نشوفه ايه فعلا. تمام يعني. فهو تعود على اكل برا، لازم يمكن الام بفتره معينه تجبره ياكل صحن الرز والشيء الطابخه منه، حتى تعمل له عفوا اوكي ما في مانع تعمل له شيء اللي بيحبه بس ضمن المنزل. نحن فعلا على فكره اما بسبب مشاغل الحياه وظروف الحياه ووتيره الحياه السريعه نركض على الاسرع شيء، كسل ببعض الامهات نحكي بصراحه يعني بياكلوا معهم جاهز تماما بكون فصلتنا بشغله هلا ممكن معذوره بعد الشيء بس اما لما يكون عندي انا مراهق بالبيت بدين او عنده وزن زائد ما عندي اي عذر. تمام. ما بقبل اي عذر لانه نحن ما عم نعرف شو عم نسبب له خصوصا زمون الفتره الحاليه مو الوقت الحالي بالمستقبل. يعني هلا رح اخبركم انا على اضرار او شو بتسبب على هذا المراهق من اضرار جسديه ونفسيه. نعم هون دكتور فعلا السؤال انه نحن دائما بنسمع الشيء المتعارف انه بعده صغير بيحرق بعده صغير بينحف، هذا دليل انه جسمه صحي انه اكل منيح، انه هذا الشيء قد ايه مغلوط وشو بياثر ان كان على جسم المراهق او حتى على نفسيته وبالمستقبل. بكل تاكيد هذا حكي هلا نحن بجوز بنحب ابننا بنحكي هذا الحكي بس هو الحكي علميا مغلوط تماما. مثل ما خبركم بفتره عمريه صغيره بالاشهر او سنتين او ثلاث سنين ممكن نحكي انه بكره بيكبر بكره بيطول بكره بيروح هذا الوزن بالطول، المصطلحات هيدي ما في مانع ممكن بس اما مجرد ما بلشنا ندخل بالعمر مثل ما خبركم 7-8 سنين وعم يزيد عم يزيد صفى هون بقى في عامل خطوره. اول تاثير بتاثر عليه للمراهق او المراهقه نحن عم نحكي بشكل عام، اول شيء طبعا المراهق البدين بتاثر على صحته النفسيه على مظهره الخارجي. صحيح. بالذات للسيدة البنات الصبايا مظهر الخارجي بين قوسين نحطه بتسبب له بنلاحظ ضعف الثقه بالنفس جدا. احتمال بصير في احتمال اكبر، هلا معظم المراهقين بنشوف بيطلع نحب شباب بالفتره هيدي، هذا الشيء كمان طبيعي لابد منه بمعظم الاحيان، بس اما ملاحظ عند الاشخاص البدينين نسبه الدهون زايده بجسمه، بنلاحظ نسبه انتشار هذه حب الشباب بشكل اكبر. تمام. واكثف وممكن يضل بعد اكثر. بنلاحظ انه بصير في عندهم، نحن دائما عندنا قناعه انه هيدي الاعمار ما بيصيب ارتفاع ضغط دم او كوليسترول، براينا هيدي الامراض هي محصوره بالكبار. لا فيني اكد لكم هذا المراهق بصير عنده ارتفاع ضغط دم وبصير معه ارتفاع كوليسترول وممكن يتعرض ليصير اصابه اكثر بامراض السكري خصوصا من النمط الثاني. يعني ما نتخيل انه نحن انه لا ما بصير عليه شيء، يعني بنشوفه وبنسمعه، لا ابدا بتصيبه. بصيبه كآبه، ملاحظ كثير احيانا مثل ما تفضلت ثاني بالمقدمه البدايه بصيبه كآبه لهيدا اللي عنده وزن زايد، بصير عنده مشاكل على المفاصل لانه هو عم بيبقى حامل وزن اكثر من اللي بيتحمله مفاصله. عزله كمان دكتور تمام، هي ضمن الكآبه هي بنحطها، العزله التفرد هيك، مشاكل على المفاصل مثل ما خبرتكم لانه صاير الجسم عم بيحمل اكثر من الطبيعي اللي يحمل، يعني الجسم مطلوب منه هيدا المراهق يحمل فرضنا 40-45 كيلو، اذا عم نلاقي نحن عم بيحمل 75 او 80 او ممكن اكثر شوي. صحيح. ففي تاثيرات كثير كبيره، البلوغ المبكر. مشكله كثير كبيره بين قوسين البلوغ المبكر، نحن هم اسباب السمنه. تماما بتسبب اسباب البدانه بتسبب بلوغ مبكر، ونحن دائما من مصلحتنا انه بيتاخر البلوغ عند الاشخاص سواء كانوا ذكور او اناث، وبشكل خاص الاناث بشكل خاص لانه مجرد ما صار في بلوغ مبكر بمعظم الاحيان بيتوقف نمو الطولي، بصير مشاكل، بتبلش مشاكل هرمونيه بالذات عند الصبايا. صح. فنحن دائما بنفضل يعني مثلا هلا موضوع على هامش الحديث، احد اعراض او اسباب السرطان الثدي عند السيدات هو البلوغ المبكر. تمام سبب مهم، يمكن هذا نقطة يمكن كثير بنغفل عنها او مثلا ما أنا متعارف عليها، انه دائما نحن عندنا مشكله بجوز اوكي ما نقول ما لنا مشكله كبيره بنحلها، بس اما هي مشكله فنقطه بين قوسين مهمه كثير، البلوغ المبكر بالذات عند الجنسين بس عند الاناث اكثر بيعنينا هذا الموضوع انه يتاخر قدر الامكان مشان صحتها الجسديه بالمستقبل. شو بدي اخبركم كمان، في له تاثير بياثر على الكبد، بتلاقي في عندنا تشحم بالكبد او بعض مشاكل بالكبد بسبب الدهون هيدي المرتفعه. بدي اخبركم معلومه ما بعرف اذا عندكم فكره عنها، وهي انه 70% متعارف عليه على فكره 70% من المراهقين البدينين
عندهم فرصة كبيرة انه يصيروا مدينين بالمستقبل وقت يكبروا بالعمر. نعم. بأي عمر الواحد يعني. تمام. ما بالضرورة نرجع نأكد بين قوسين، ما بالضرورة بنشوف كثير أشخاص كانت بمراهقتها عندها وزن بعدين لما نحفت. عالجته لهذا الوزن الزايد، أما إذا تركته 70% بضل. بس لتكبر حيصير عندها وزن وراح هي النسبة بتزيد ل 80%. تخيلوا ما هي قد إيه نسبة عالية إذا كان فعلا. إذا كان أحد الوالدين لهذا المراهق بدين أو عنده وزن أو ما بالك إذا الأب والأم. فصفة عم تتخيلوا أنتم أنه 80% هذا الشخص أنه يصير عنده وزن زايد بالتقدم بالعمر. نعم. يعني نسبة كتير كبيرة أكيد. أو تقريبا شبه مؤكدة. دكتور يعني بالختام بدنا نصائح أخيرة ومن أرض طبعا. الواقع ما بدنا نقول ما من طعميه ما من خليه إذا طلعنا عرف عاطب وحطنا لك كبيرة أنا نحكي شو بيقولوا خلاصة أو إصاص أو زبدة الحديث اللي هي النصائح يعني شو بدنا نعملهم. عرفنا الأسباب، عرفنا كده التفاصيل طبعا. عرفنا التأثيرات الجانبية للسمنة اللي مهمة كتير ومؤكدة. هلأ نحن بقى بدنا نحكي تابعت من نصائح هلأ أنا وياكم على نصائح بسيطة. أول نصيحة رح أحكي فيها أنه دائماً نحن هيدي مشكلة السمنة عند المراهق هي بتخص الأسرة كلها مو فقط المراهق. تمام؟ فأنا نحط بعين الاعتبار هيدي المسألة. اثنين، نحن ما عم نعمل له حمية لهيدي المراهق. إذا بدنا إياها الحمية تنجح أكيد بده يكون كلنا عم نطبع الحمية لو نحن ما أنا بحاجة لها. صعبة هي دكتور. لا معك حق فرح، هي صعبة بس أما ما معقول ما أنا منطق انا باكل ملزه ومطاب وشو ما بدي وعم بشرب وكولا وا 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 وانا حاطط له له فرضنا شرح دجاج مع صحن سلطه ما انا مقبوله مو زابطه بدي يدير وشي بدي تعذيب نفسي بده ياكل. فمو غلط انا معلش ولو لفتره بالنهايه هيدا ابني هيدا بنتي معلش لازم ضحي اطلع اكل برا انا حر بس اما ضمن الاسره ضمن الغداء يعني يكون تقريبا الوجبات متشابهه لحد ما. فاذا الحميه بدها تكون مجتمعه لتكون مجتمعين لحتى تكون ناجحه. طبعا النشاط البدني اللي مفروغ منه هو الرياضه الرياضيه واكيد انا ماني طالب منه يكون هو بطل رياضي. بتمنى اكيد ابني انا على فكره انا اولادي بطل رياضه موضوع ثاني بتعرفي بس اما انا طالب بدي اياه الرياضي وبدي شجعه على الرياضه وببداله بفترات صغيره. ما معقول انا مو متمرن ابني وعنده وزن زايد اطلع لعبه ساعه ركضه او مشي او اي لعبه رياضيه كان اي نشاط بدني ببداله بعشر دقائق بصيروا 15 بصيروا 20 ويا حبذا نفس ما حكينا موضوع الحمية يكون أنا معه أعمل أنا معه أو والدته أو أخواته نوع من التشجيع له. ومن على موضوع التشجيع عنوان التشجيع أنا كل ما قدم شيء هذا الابني هذا المراهق نتيجة ما استفدنا نزلنا إن شاء الله نص كيلو إن شاء الله كيلو نعطيه نوع من المكافآت الدعم والتشجيع ما بالضرورة مكافآت مادية مع إنه يا حبذا تكون مكافآت مادية أكيد بس إنه كلمة حلوة تشجيع حسب قدرتنا أكيد تماما تشجيع حلو كلمة حلوة هدية صغيرة كتير مكافأة صغيرة كتير. اصحى نعيره اصحى نبهدله اصحى نعاقبه اصحى نوبخه صحيح اصحى نقارنه بالآخرين رفيقك أخوك ابن خالتك ابن عمتك اصحى هي بتعمل عنده ردة فعل بالعكس مختلفة تماما وعكسية تماما وبتأدي انه يصير يتناول طعام أكثر بكتير. معي لسه ثواني خلص الوقت دكتور أهم نصيحتين كم بدي أعطيها أهم نصيحتين سريعين طبعا. أول شيء دائما انه يتبع ياخد عدة وجبات صغيرة بدل ثلاث وجبات كبيرة. النصيحة الأخيرة الأهم نصيحة هو دائما هو بنتبع على الكل اللي عندهم وزن زائد كبار صغار والمراهقين بشكل خاص إنه دائما وجبة العشاء تكون الساعة 7 وعلى ضوء خافت ضوء خافت جزء قليل لأنه الإنسان ما تعرف عليه ونلاحظ بياكل كميات مضاعفة لما يكون في إضاءة قوية حلو. نجربها تمام. وبالنهاية كلمة أخيرة إنه البدانة هي مرض ننتبه أهالي الأهالي الأسرة البدانة هي مرض ومرض ممكن يؤدي لأمراض كثير كبيرة وأمراض خطيرة أكيد. يعني دكتور شكرا كثير على كل المعلومات اللي قدمت لناها بهذا الأسلوب البسيط الحلو يلي دائما نحن بنحاول إنه فعلا النصيحة تكون مسموعة عند كثير من الأشخاص وينفذوها بطريقة صح. بتمنى. شكرا دكتور. شكرا لك دكتور. أما هلا فرح وصلنا لختام حلقتنا لليوم. نتمنى لكم مشاهدينا نهار جميل. نتمنى على طلاب الجامعة النجاح. يمكن بلشت تطلع نتائج الطلاب إن شاء الله يا رب هيك بترفعوا كل موادكم. أكيد نلقاكم أكيد سالي بقية نهار حلو إليك سالي وإلك. وممتع وبدي أقول شكرا لكل مين تابعنا قدم لنا فكرة أو حتى اقتراح. قضوا بقية نهار وحاولوا تكونوا إيجابيين رغم كل الطاقة السلبية اللي أكيد نحن محاطين فيها بنسب مدفع. وتابعونا بكرة بضيوف جداد وباي باي باي.